قصة حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. قدموني لإسماعيل. بأدائه المقنع حتى في أقل المساحات أقنعنا، فسطى أن يصبح أحد أشهر الوجوه السينمائية حتى ولو كان كومبارس. إنه عبد المنعم إسماعيل، فإن حياته كانت مأساوية، فهل تعرف عنه شيئا؟ وجوه مألوف، فهل تعلم كيف كانت حياته؟ ولم قضى عليه الفن؟ وما الذي حدث لشقيقه الفنان المعروف أيضا بعد رحيله؟ وما أهم أعماله؟ كثير من الأسئلة المطروحة سنجيب عليها لنتعرف عن قرب على الفنان عبد المنعم إسماعيل، فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل أعجاب للفيديو. يعتبر الفنان عبد المنعم إسماعيل من أشهر الوجوه التي قدمت الأدوار المساعدة في السينما المصرية، فأدوار عبد المنعم إسماعيل وإن كانت في كثير من الأعمال تميل إلى الشر، لكنها كانت تحمل طابعا كوميديا جعلته يصنف كواحدا من الكوميديانات في تاريخ السينما المصرية. ولد عبد المنعم إسماعيل في 3 نوفمبر عام 1907، وهو شقيق الفنان حسين إسماعيل الذي كان أيضا بارعا في الأدوار الثانية، وبدأ حياته الفنية من خلال فيلم انتصار الشباب عام 1941، بعد استهان به المخرجين في أدوار صغيرة وصلت في بعض الأحيان لمشهد واحد في الفيلم، مثلما حدث من خلال أحداث فيلم عفريتة إسماعيل ياسين. شارك الفنان في عدد كبير من الأعمال الإذاعية النادرة الموجودة حاليا في المكتبات التراثية بالإذاعة المصرية بنهاية الأربعينيات مع عدد كبير من نجوم ورواد الفن المصري في ذلك الوقت، ولم تبتعد أدواره الإذاعية عن أدوار السينما، حيث اقتصرت أيضا على العديد من الأدوار الصغيرة الشعبية، منها البواب، القهوجي، المعلم، الشويش، ابن البلد. وسبب في ذلك الصورة النمطية التي ألصقها المخرجون به لدى الجمهور كغيره من أصحاب الأدوار القصيرة في تلك الفترة. وعلى الرغم من تنوع أفلامه إلا أنه لم يحصل ولو لمرة واحدة على بطولة مطلقة، واكتفى بأن يظهر بأدوار صغيرة. بالرغم من موهبته الكبيرة، بدأ صناع السينما يبتعدون عنه قبل وفاته بعامين، لذلك داهمه الفقر بقوة وتراكمت عليه الديون ودب اليأس في قلبه، فأكثر ما آلمه هو طرد أبنائه من مدارسه. في يوم 30 أكتوبر عام 1970 اتخذ الفنان الذي كان شارفا على 63 من عمره قرارا بالانتحار، فقام بإلقاء نفسه في مياه النيل لتنتهي حياته بشكل مأساوي. ولم يكن الفن وقتها سبوبا حيث يكتفي الفنان بعمل واحد في العام، بل نجد أن الفنان الراحل ترك أكثر من 200 فيلما سينمائيا ومات فقيرا مديونا، ومن أعماله أسير العيون، فرجت، غضب الوالدين، الأسطى حسن، نرجس، شارع البهلون، جواهر، المجنونة، حماتي قنبلة ذرية، فايق ورايق، وآخر أعماله فيلم قنديل أم هاشم. عزيزي المشاهد، هل ترى أن الفن قضى بالفعل على الفنان عبد المنعم إسماعيل؟